اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا داخلين على شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين. بيبقى عندنا موسم يعني رمضاني درامي قوي. والحقيقه انه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بقينا بنشوف تركيز وتسليط للضوء على القضايا المجتمعيه الهامه جدا. وبما اننا في شهر مارس شهر المراه، فهنشوف انه في عدد من المسلسلات بتناقش قضايا هامه للمراه، وده يعني مهم جدا الحقيقه. ويمكن شفنا تأثر الناس بمسلسل فاتن أمل حربي السنة اللي فاتت للنجمة نيلي كريم، وطرحوا للقضايا اللي احنا شفناها من خلال المسلسل. السنة دي هنشوف مجموعة من الأعمال اللي في جزء منها بتجسد في دور البطولة نجمات، وجزء منها بيناقش قضايا هامة جدا تخص المرأة وبيطرحها للمجتمع. هنشوف مثلا عندنا المسلسل اللي بيناقش أوضاع المرأة في الصعيد، وهتقدمه النجمة نيلي كريم، مسلسل عملة نادرة. وكمان عندنا مسلسل تحت الوصاية اللي بتقدمه نجمة منى زكي، وبيتكلم عن مشاكل الأرامل وشكل الوصاية وإيه اللي بيحصل في هذه القضية. كمان عندنا مسلسل علاقة مشروعة للنجمة مي عمر، وطبعا النجم الكبير ياسر جلال، واللي بيناقش ظاهرة الزواج الثاني. ودي بكل تأكيد مش بس ظاهرة بتمس المرأة المصرية، كمان بتمس كل الأسر المصرية. هنتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن أهمية تناول الدراما لمشاكل المرأة المصرية والأسرة المصرية بشكل عام. معنا دلوقتي في الاستوديو الناقد الفني أحمد سعد الدين، وأيضا الأستاذة فاتن عريف الخبيرة القانونية والباحثة في قضايا المرأة. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. نبتدي مع استاذه فاتن، بما اننا في شهر المراه يعني بعد اذنك استاذ احمد. تحيز للمراه ماشي. السنه كلها بتاعتنا. اهلا بحضرتك. وعايز اعرف من وجهه نظرك مساله تناول الدراما لقضايا المراه، الى اي مدى شايفه ان ده ممكن يحدث تغيير في المجتمع؟ واكيد حضرتك تابعت السنه اللي فاتت تفاعل الناس بشكل كبير مع مسلسل فاتن امل الحربي، ويعني حاله النقاش الحقيقه والجدل الايجابي جدا اللي حصل حوالين كل القضايا بقى من بعد الطلاق والمتاعب اللي بتشوفها المراه علشان تقدر تصرف على اولادها. طبعا اولا انا بشكر حضرتك. تاني حاجه بقول كل سنه وكل نساء العالم بمناسبه يوم المراه العالمي. الدراما هي حضرتك تقريبا هي يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن الاسره المصريه او المجتمع كله يبتدي ان هو يقعد عشان يتفرج على مسلسل. انا لو عايزه اقدم حضرتك ان انا بقدم موضوع، الموضوع ده هو بيكون شائك، بيكون مشكله، ازاي ان انا احلها من خلال الدراما، ازاي ان انا اعرضها. انا لما اجي اقرا الكتاب انا اللي بستفيد منه لوحدي، لكن حضرتك المسلسل هو بيدخل لملايين المشاهدين. صحيح. بنقدر يعني نعرض المشكله على المجتمع كله، وفي نفس الوقت المفروض ان احنا كمان بنوجد حلول، وبنخلي كمان الجهات المسؤوله بتحط عينها على المشاكل والمعاناه فعلا اللي بتعانيها المراه المصريه. كان عندنا نموذج اللي حضرتك اتكلمتي عنه اللي هو مسلسل فاتن امل حربي. اعتقد السنه اللي فاتت كان في معاناه كبيره جدا للمراه في اروقه المحاكم، في ازاي ان هي تقدر ان هي تاخد حقها وحق اولادها من الزوج اللي هو استحل يعني المنزل واستحل المنقولات واستحل حياتها كلها، فازاي ان هي قدرت ان هي تقف قدام المحكمه، ولكن ده خد منها وقت كبير جدا علشان تثبت حقها. الدراما هي عبارة عن صورة وانعكاس لقضايا المجتمع. ازاي بقى حضرتك ان انا اصنف الدراما ده هي ان هي فعلا يكون لها يعني لغة حقيقية، وان هي تقدر تحل مشاكل حقيقية داخل المجتمع. وانا بعتقد ان هو مش الدراما بس، واعتقد ان القوى الناعمة كلها لها دور كبير جدا في حل مشاكل المجتمع. صحيح. القوى الناعمة زي حضرتك البرنامج اللي احنا قاعدين فيه ده، هو ده يعتبر من القوى الناعمة، لان احنا كمان بنطرح قضايا وبنطرح افكار من خلال البرنامج، المجتمع بيتفاعل معاكي، وفي نفس الوقت الكتاب والنقاد بيتفاعلوا كمان مع هذه المشاكل. طيب نروح لحضرتك يا استاذ احمد، ومساله اختيار القضايا، انه نختار قضايا بعينها تطرح في دراما رمضان، وخصوصا دراما رمضان، لانه زي ما حضرتك طبعا عارف بيكون في متابعه قويه جدا ومتابعه اسريه، وده اللي يفرق ان احنا بنتلم كعيله نتفرج على المسلسل. وهنا الدور الكبير في للدراما في تصحيح المفاهيم، تصحيح الصور المغلوطه مثلا عن قضايا تمس المراه بشكل كبير. ازاي بيتم اختيار هذه القضايا؟ هو في حاجة أساسية في الدراما. الدراما يمكن المسلسلات من حوالي 5 سنين
كنا بننادي يا جماعة أنتوا بتعملوا دراما بعيدة شوية عن الطبقة الوسطى للمجتمع وهي عماد المجتمع. خلال السنوات القليلة الماضية ابتدينا نشوف دراما قريبة جدا من الأسرة وهي الدراما الاجتماعية. الدراما الاجتماعية فيها ما أقدرش أصنفها، ليه؟ لأن فيها مشاكل للمرأة ومشاكل للرجل ومشاكل للابنة والابن والجد والحفيد. الأهم من كل ده إن الدراما عبارة عن إيه؟ أو الفن عبارة عن إيه؟ هو انعكاس لواقع موجود. هذا الواقع إزاي أنا بصنفه بقى أو إزاي أنا بعالجه كمعالجة وأقدمها للمشاهد في مسلسل أو في عمل فني يحمل رسالة. هنا بقى الإيه؟ الأهم. هذا العمل يحمل رسالة سواء كان لحق المرأة لحق الرجل، مش حكاية تصنيف، على قد ما المشكلة دي موجودة في المجتمع أنا بعالجها إزاي. أنا الدراما كمان هنا معلش نتوقف عشان الأستاذة قالت إن أنا بقدم حلول، الدراما لا تقدم حلول، تطرح الفن لا يقدم حلول، ولكن يطرح المشكلة لمناقشتها ممكن مع المسؤولين تمام، لكنه ما يقدمش حل. لازم دايما الحياه او النهايه مفتوحه قدامه زي ما حصل في فاتن امل حرب بالظبط. طب احنا واحنا بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه، هل احنا مطالبين نقدم مسلسل كمان نكمل من بعد فاتن امل حربي على الموضوع ده؟ والله موضوع القانون الاحوال الشخصيه لانه اكيد يعني من سنه 75 عارف قد ايه الموضوع ده بيمس كل الاسر. عايز اقول لك على حاجه، من سنه 75 لما اتعمل فيلم اريد حلا، يعني احنا داخلين من حوالي 47 48 سنه وهم بيطرحوا وبيتطور، واضح جدا ان هذا القانون محتاج ان هو اعاده نظر كل فتره لان في مستجدات، وهذه المرأة ما هي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة وهي الزوجة وهي كل حاجة، فمحتاجة أن هي تاخد لو ليها حق تاخده. كون أن الدراما تعكس هذا الموضوع على الشاشة يبقى هنا بقى الدور الأهم للمسؤولين اللي هو إيه؟ أنا عرضت المشكلة وإنتوا يا جماعة شوفوا هتعملوا. طيب عايز أرجع لحضرتك أستاذة فاتن، إلى أي مدى شايفة أن الدراما نجحت في أنها تحدث تغيير في الصورة النمطية للمرأة المصرية وإحنا بنتناول قضايا بعينها زي الورث وإنه في حتت معينة ما بيرضوش يورثوا الست ويمكن ده لسه موجود في أماكن كتير يعني، ومسألة إنه يعني لو بنتكلم على الأرامل وكم المشاكل اللي بيتعرضوا لها، ويمكن النجمة منى زكي بتتعرض في مسلسلها السنة دي تحت الوصاية للقضية دي. شايفة إلى أي مدى الدراما نجحت في إنها تحدث تغيير وحراك في هذا القطاع يعني؟ إذا هاخد من كلام حضرته على إن فيلم أريد حلا كان فيه مشكلة كبيرة جدا بتقابل المرأة المصرية في حالة لما بترفع قضية طلاق من الوقت وإزاي إن هي تحصل على هذا الطلاق. قدرت السيدة فاتن حمامة ان هي تعرض حضرتك هذه المشكلة بشكل كبير جدا، حركت فعلا المسؤولين على ان ممكن ان هي تقعد 4 سنين عشان ترفع دعوة قضائية ان هي تحصل فيها على الطلاق، ثم بعد يعني بعد الفترة ده هي تكتشف ان هي لسه واقفة في نفس نقطة الصفر اللي هي كانت موجودة فيها. ده خلق ان هي حضرتك المسؤولين يبتدوا ينتبهوا لحاجة زي كده هوت، وابتدى ان هو يطلع قانون الخلع اللي هو من حق اللي هي المرأة ان هي تقوم برفع دعوة قضائية علشان تحصل على الطلاق فترة صغيرة. كذلك كان في مسلسل، انا اعتقد المسلسل ده ليه اهمية كبيرة جدا كان على المجتمع، كان بتاع صفاء ابو السعود في مسلسل كان هو اسمها هي والمستحيل. هي والمستحيل دي كانت قضية صراحة كانت المجتمع بيعاني منها، اللي هي المفروض اللي هي البنت بتقعد في البيت ما بتكملش تعليمها، الأسرة شايفة ان البنت مش يعني مش ضروري ان هي تتعلم ولكن الولد هو له حق التعليم. بعد كده هو لقت ان حياتها ان الزوج حتى كمان اللي اختارها عشان ظروف معينة، وقت ما تخلص من هذه الظروف ابتدى ان هو كمان يتخلص من هذه الزوجة. عرفت قد ايه قوة التعليم، ان التعليم هو اللي باقي بالنسبة لها علشان تقدر ان هي فعلا تربي ابنها حياة تربية التربية صحيحة. المسلسل بتاع فاتن أمل حربي بتاع السنة اللي فاتت عرض قضايا حضرتك فعلا نحن المحاميين بنعاني منها في أروقة صحيح. المحاكم احنا عندنا حضرتك علشان تيجي ترفعي دعوة قضائية بتاخدي في طول للإجراءات القانونية في يعني قيمة ان
النفقه اللي بتطلع لا تساوي القيمه الاقتصاديه الحقيقيه. لما بيبقى في تحايل حضرتك من الزوج على ان هو بيغير عنوان المسكن، بتدوخ المراه علشان ان هي تطلع حضرتك العنوان بيها. غير كده عليها عبء الاثبات في كل المحاكم، عليها عبء الاثبات الدخل بتاع الزوج، عليها عبء الاثبات اللي هو حضرتك محل السكن بتاعه، عليها عبء الاثبات على ان هو ما عندوش يعني الزوج المفروض ان الزوج لو الام موجوده وما لهاش معاش ممكن ان هي كمان تدخل كل ده في النفقه. كل ده هو في حوالينا، عشان كده كنا يعني شايفين انه حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مساله صندوق الدعم للاسر المصريه المتضرره من قضايا الطلاق ده شيء مهم جدا. انا هنكمل بقى لكن بعد الفاصل، هنروح فاصل ونرجع نتكلم عن كمان القضايا الجديده اللي بتناقشها الدراما السنه دي، مساله تمكين المراه ولاي مدى ده مهم، وان شاء الله يتحقق كمان مناقشته وانه يوصل للمجتمع بصوره صحيحه من خلال دراما رمضان 2023. هرجع واكمل مع ضيوفي، لكن خلوني دلوقتي اروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد نكمل. انا حاولت، اقسم بالله حاولت، هعمله ايه يا حبيبي؟ والله بس انا ما كانش عندي حل تاني، انا تعبت قوي. وهي العمودية دي حاجة مهمة؟ الكل لازم يعرف ان احنا اللي بنوزع الادوار واحنا اللي بنفرق الورق. انا صفيه الفارس، انا صفيه الفارس. خلعت لكم راسي يا اولاد الكلب. هنمد ايدينا بالسلام، ما سلموش نسلم عليهم بالسلاح. سيبنا لك البحر يا شلبايه، انت واخوك اتغرقوا في الناس الغلابه. ده مشروع انا عامله لتل الشبوره. الغبي هو الذكي اللي فاهم انه ذكي لوحده. مبقاش كمان نقصات عقل ودين يتكلم. العالم بره هيحتاجنا وعمره ما هيقدر يستغنى عننا. اللي يعرف يخلص يشيل. انت عارف بتكلم مين؟ انا هجيب لك حقك تالت متاني. وين ما رجعش؟ انا عارفه انت جايه هنا ليه. هو انت مش قلتي الكلام الخيبان ده قبل كده؟ وانا قلت لك هسجنك. هو ده القانون يا حضره العمده. بأموال عامة لازم يبيع واحنا اللي هنشتري. لو فتحت بقك في الموضوع ده تاني ما يكون لك عيش فيه. ده الناس اللي ما تعرفش ربنا. درغام بيضغط بغباوة. عايز تحرق أرض الفوارسة؟ خوف بقى ولا مصلحة؟ السم ده تخصص الدهايشة يا كابتن. المهم دلوقتي لازم نوقف اللي اسمها صفية دي عند حدها. دكتورة صفية عارف الفارس؟ عمدة تل شبور، عمدة تل شبور. زي ما حضراتكم كنتوا بتتابعوا معانا برومو مسلسل حضرة العمدة للنجمة والفنانة روبي، والواحد الحقيقة متشوق انه يشوف المسلسل شكله، هيكون مسلسل لذيذ الحقيقة، وبيناقش قضية مهمة جدا وهي مسألة تمكين المرأة، وانه نشوف ست عمدة، واعتقد ده حصل مرتين يمكن في كفر الشيخ واسيوط، ويمكن وقعة اسيوط على وجه التحديد الست كان ليها دور كبير هناك في حل قضايا طار ما بين عائلات. فيعني مهم جدا ان احنا نتكلم اكتر عن مساله تمكين المراه وايه المشاكل اللي هتقابلها لما تمسك العموديه، ويمكن ده هيتحقق بالفعل مع الفنانه روبي داخل مسلسل حضره العمده. ارجع لحضرتك يا استاذ احمد، وانه نطرح قضايا زي دي للنقاش، واحنا دلوقتي بنشوف انه الحقيقه الست المصريه اخذت قسط كبير من العداله الاجتماعيه، طبعا الستات بتطمح في المزيد. ومساله انه ست عمده زي ما كنت بقول هو حالات ما هياش كتير. هو الحقيقه لو جينا في الواقع هنلاقي ان الست اتمكنت من وظائف كتيره،
سفيرة ووزيرة ومحافظ وحتى سائقة عربية لوري موجودة في كل الأشغال. أنا هقول لك بقى رد ستاتي يا أستاذ أحمد إنه ده العادي والطبيعي وإنه حقنا كان منتقص وما كناش بنعمل. طب هو في حد أساسا قال لا؟ أولا بعيدا عن حتى الـ 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 العرف المجتمعي كان بيقول لا في حاجة أساسية. في حاجة أساسية، ادخلي أي بيت عماد هذا البيت هي المرأة. صحيح. ده وزير المالية والاقتصاد في البيت هو المرأة. ولكن هنا احنا شايفين حكاية عمدة وفي الصعيد تحديدا سلطة تنفيذية وفي الصعيد تحديدا عملية صعبة شوية، مش على المرأة ولكن على العادات والتقاليد والموروثات الموجودة في المجتمع من زمان. فكون انه في واحدة تقدر توصل لده، ده هنا بقى دور الدراما ان هو يجيب هذا النموذج ويوريه للناس، لان الناس برضو بتتعلم. الدراما فيها جزء ترفيهي وجزء تثقيفي وجزء توعوي. فبتشوف العمل ده وبتقول والله ممكن، ليه لا؟ خاصة ان في نماذج حقيقية موجودة في هذا الموضوع. اذا الدراما النهاردة بتجيب الموضوعات خارج الصندوق. وخارج الصندوق اهم حاجة كيفية معالجة هذا الايه العمل. فبتمكن المرأة من ان هي تبقى عمدة، ودي حاجة جديدة في مجتمع ذكوري في الصعيد. ده نحط تحتيه الف ذكوري في كل حتة والله يا فندم. لا هناك يعني انا معاكي، بس هناك ايه اماكن زي الدلتا او غيره ممكن تتقبل، لكن في الصعيد دايما كان الميراث في حاجات كتيرة، لان العادات والتقاليد بتطغى حتى على القوانين او الشرع في وقت من الاوقات. فهنا بتبقى صعبة. لكن كون ان الدراما تقدر ان هي تجيب هذا النموذج وتعالج، تعمل معالجة بشكل جيد وتعرض هذا العمل زي ما شفنا البرومو بتاعه، بالتأكيد هيبقى عمل ناجح واحنا مستنيين. صحيح. وقتنا انتهى، لكن عايزة أختم مع حضرتك يا أستاذ أحمد مسألة أنه نتطرق لمواضيع زي الجواز التاني، وإلى أي مدى ده لما نتطرق له في الدراما يكون فيه يتماشى مع الآراء الدينية وما يخالفش الدين، وفي نفس الوقت لا يقيد حرية الإبداع. في حاجة مهمة جداً، كل العادات والتقاليد الموجودة أو الظواهر الموجودة في المجتمع تستطيع الدراما أنها تتناولها، ولكن بيتوقف ذلك على براعة الكاتب. إزاي بيمشي في خط كده بحيث أنه هو لا يجور على الحق الشرعي أو الدين أو كمان عادات وتقاليد المجتمع. الحق الشرعي والقانوني هنا بقى براعة الكاتب بتظهر. فبيجيب الجواز الثاني وأضراره، وطبعا هو شرعي، ولكن إيه المشاكل اللي هيصادفها هذا الزواج سواء الرجل أو المرأة؟ هنشوف بقى في مسلسل علاقة مشروعة. استنى بقى إن شاء الله. يعني أنا بشكركم شكرا جزيلا أستاذة فاتن عريف الخبيرة القانونية والباحثة في قضايا المرأة، وأيضا ناقد الفني أستاذ أحمد سعد الدين، شرفت بكم النهاردة في التاسعة. شكرا جزيلا على وجودكم معي. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، نشوفكم دايما على ألف خير.